استاذ صفراوي، مرحبا بك. احنا توا في وقفه احتجاجيه لعائلات الشهداء. شنو المطالب تحديدا من الوقفه هذه، وهل تتوقع استجابه من المحكمه العسكريه ومن وزاره الدفاع للمطالب؟ والله احنا قلناها في السابق، وانه اهالي الشهداء فقدوا ثقتهم في الوصول الى الحقيقه وبالتالي في القضاء العسكري، وحبوا معناها بهالوقفه هذه الاحتجاجيه يطلبوا صيحه فزع وصيحه الم، وموجهين رساله للسلطه وانهم ما يحبوش اكباش فداء، يحبوا يتوصلوا الى معرفه الحقيقه، وانه ما يمكنش اسكاتهم بمجرد تعويضات ماليه لا غير، وعلى اساس معناها او خذوا مقابل معناها ما فقدتوها مبلغ مالي تعويض، ومعناها من غير ما تعرفوا الحقيقه ومن غير ما يعرفوا شكون اللي معناها قتل ابنائهم. كنا نتوقع انه الوزير باش يكون متفهم، على خاطر احنا ماناش طالبين من الوزير باش يدخل في تحديد العقوبه للمجرمين وشكون معناها يتعاقب وشكون ما يتعاقبش. القضاء العسكري هو تحت اشرافه، والمفروض باش يدخل في حسن سير القضاء، وباش المحكمه معناها ما توليش تتعارض وتولي تتراجع في الاحكام اللي تحضيريه اللي صدرتها، واللي من شانها كانت تمكنها من معرفه الحقيقه، تولي تتراجع وتولي معناها ثم تعجيل واسراع في البت في القضايا لا مبرر له. ان شاء الله ما رجعناش الى قضاء التعليمات، ان شاء الله القضاء العسكري اللي احنا ديما في التصريحات نتاعنا السابقه نقولوا القضاء العسكري مقارنه بالقضاء العدلي عمل الخطوه احسن، وقاعد معناها سواء في المعاملات البشريه ولا في مستوى سير القضايا معناها مقارنه بالقضاء العدلي الاداء نتاعه كان احسن. ان شاء الله بهالقرارات الاخيره معناها ما رجعناش الى الوراء وما وليناش بقضاء التعليمات، لانه تفاجأنا في المحاكمه الاخيره وقت اللي معناها رئيس الجلسه يقول راني باش نرجع في الحصه المسائيه باش نسمع الشهود، ثم يتراجع في القرار نتاعو. هذه شنو هو اللي صار في فتره الاستراحه؟ الله اعلم، هذه نقطه استفهام، ونقول نتمنى وانه ما رجعناش الى قضاء التعليمات.